كمان إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قربت إن هي تنهي صفقة اللاعب عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي ويضموا له صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية، خصوصا طبعا إن إدارة الإنتاج الحربي هتقدر إنها تستفيد ماديا من بيع اللاعب لنادي الزمالك في يناير، لأن عقده مع الفريق هينتهي في نهاية الموسم الحالي، وبعد كده هيحق ليه إن هو ينتقل لأي فريق بعد نهاية الموسم من غير طبعا ما ياخدوا منه أي استفادة مادية لنادي الإنتاج الحربي. نادي الزمالك نجح ان هو يقنع عمر السعيد ان هو ينضم للفريق في يناير اللي جاي، ومش فاضل بس غير الدخول في مفاوضات رسميه مع اداره الانتاج الحربي عشان يقدروا يتفقوا على المقابل المادي نظير انهاء الصفقه. نروح لمحمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط نادي الزمالك واللي تراجع عن فكره الرحيل عن الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه بعد ما نيبوشا نفذ وعوده بمشاركه دونجا في التشكيل الاساسي للفريق قصاد حرس الحدود في كاس مصر واللي فاز فيها طبعا نادي الزمالك بثلاث اهداف نظيفه. دونجا قفل ملف الرحيل عن نادي الزمالك نهائيا برغم ان هو جاله عروض كتير في الفتره اللي فاتت، ابرزها كان رغبه طبعا نادي مصر المقاصه في رجوعه للفريق مره ثانيه، ودونجا دلوقتي بيامل ان هو يستمر في وجوده في التشكيل الأساسي لنادي الزمالك خلال المباريات اللي جاية، خصوصا طبعا بعد ظهوره بشكل كويس جدا خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة.